فسيفساء أنجزت بأيادي رومانية فشكلت لوحة فنية عمرها يعود إلى القرن الأول ميلادي. إنه موقع تشاشيت تاريخي الواقع بقرية التل الأحمر ببلدية العجيبة بولاية البويرة. موقع تشاشيت موقع أثري يعود إلى الحقبة الرومانية القرن الأول ميلادي. أثناء احتلال الرومان لشمال إفريقيا تم إقامة حصون ومراكز وقلاع في منطقة شمال إفريقيا. من بين هذه القلاع أو الحصون موقع تشاشيت. سيت أركيولوجيك تشاشيت إيغلان دي لا كريت روج أو نون دو لاسوسياسيون توجور إن شاء الله نسعوا لتجسيد مشروع دراسة الموقع الموقع تشاشيت. هنا عبر هذا المكان فوق هذه الفسيفساء كان يقيم أحد ملوك الرومان، فالموقع الأثري يزخر بالتحف النادرة والقطع الفخارية والنقدية التي تؤرخ للحقبة الرومانية. على حسب اللي دير دي زونسيان هنايا دو لا كريت روج ولا دي ميم اساتذة في التاريخ، إل باريك لو سيتون دار الملك هذاك الوقت. زي ما وين نلقاو الفسيفساء هذه سور ان ريون بليس دو 203 متر، سي لا ريزيدونس تاع الملك. لقيناها في 64، ومن بعد راحت في هذاك الوقت يجي واحد فرنسي واحد قبيلي واحد عربي يجي ويديو القراع يديو واش يلقاو. سمي هذا الموقع بتشاشيت وهي كلمة أمازيغية معناها بالعربية القبعة أو بالعامية الشاشية نسبة لشكله، ذكره الكثير من المؤرخين الغربيين في كتبهم باعتباره شاهدا على مرحلة تاريخية هامة. قلعة أو حصن مردوم يجب القيام به للحفر ليكتشف ماذا يختزن هذا المكان. راه كلاسيو نيفو دو لا ولاية دوبي 2009، ورانا نناشد المعنيين في مصالح وزارة الثقافة بأخذ بعين الاعتبار لو سيت هذا تاع لا كريت روج كومين دو العجيبة دايرة دو بشلول ولاية دو بويرة. موقع تشاشيت التاريخي الهام هو بحاجة إلى اهتمام المسؤولين، وذلك من خلال تصنيفه والعمل على اكتشاف ما يكتنزه من آثار وتحف تاريخية نادرة.